بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير. الفقرة الحوارية الأولى مع الناقد المتميز الأستاذ محمود صبري، رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام، اللي دايما بيشرفنا في البيت الكبير وبنستفيد من آرائه جدا. مساء الخير عليك يا أستاذ محمود، وحشنا. منور الدنيا يا كابتن. أنت اللي منور والله. الله يخليك يا كابتن أحمد. الحمد لله متفائل النهاردة وبتضحك. الأهلي بيكسب بتضحك. آه طبعا. نقول لك اولا طبعا مبروك على يعني فوز النادي الاهلي. هنتطرق لموضوع النادي الاهلي وملف النادي الاهلي والفوز الكبير والمهم والصعب على فيتا كلوب ان شاء الله. لكن النهارده الكابتن حسام البدري اعلن القائمه، قائمه المنتخب ان شاء الله لدخول المعسكر باذن الله بعد بكره لاداء مباراتي كينيا وجزر القمر. شفت القائمه ازاي يا استاذ محمود اجماليا الاول؟ لا ابدا، هي القائمه انا مبدو من فتره كده نفس التوقعات اللي دارت فيها الرؤيه بتاعت الكابتن حسام، ان هو اختار الناس اللي هو شايف ان هو يقدر هيأدوا له المباراتين المهمتين جدا، مباراه كينيا في كينيا ومباراه العوده مع جزر القمر. هو شايف نفس الاختيارات، رغم ان انا شايف في يعني حاله من يعني دوشه شويه. طبيعي، خلي دوشة امر طبيعي جدا يعني. وانه مش يعني من وجهه نظري واللي انا اعرفه واشوفه انه مش مطالب المدير الفني يطلع يقول انا اخترت محمد عشان خاطر هيعمل 1 2 3 4 واخترت حسين عشان هيعمل 3 4 واخترت فلان عشان، لا ده امر طبيعي جدا. هو بيبقى تكوين المنتخب طول عمرنا يعني عارفين بتبقى المنتخب عنده مثلا 40 او 45 او 50 لاعب، دول بيدور فيهم فلك الاختيارات الجهاز الفني على المدار طول عمرنا بنشوف الكلام ده. صحيح. يبقى عندك حيز كبير تختار منه اللي بيأدي لك المرحله دي. انت ممكن شايف المرحله دي ممكن مثلا كابتن هاني مش يعني لا مش المرحله دي مش بتاعته، والمرحله الجايه ممكن يكون افضل لي. انا دلوقتي عندي مباراتين اربع ايام واربع يعني مساله صعبه، اختياراته ممكن نقف عندها ونتكلم، لكن في الاخر هو لا يتحاسب وهو المسؤول، وانا حضرتك المسؤول ولا انا ولا الناس اللي طبعا من حق الناس كل واحد عنده طموح يبقى في منتخب بلده. لكن ما اعتقدش انه حسام البدري مش من صالحه انه هو يدخل في اختياراته مثلا العلاقات الشخصيه والانسانيه، ما اعتقد لا يعني امر. لا طبعا كابتن حسام يعني طبعا هو بيشتغل فني بشكل كبير، بيشتغل فني كبير، وبعدين هو عنده هدف طبعا هو مش يعني الوصول كمان لأمم أفريقيا، لا ده تكوينة المنتخب نفسية ونسيج المنتخب وتكوينته، ولأنه كمان عنده ممكن هنقول كلام ممكن تحصل له مفاجأة فما يجيش المحترفين في ظل الظروف اللي احنا شايفينها، ويقول لك باسبوري ضاع ويقول لك مش عارف ايه، كل ده كلام برضه. هو الإصابة حرمت يمكن أحمد حسن كوكا بالرغم إن أحمد كان ماشي بشكل أكتر من رائع، وأنت شايف صلاح برضه في مع ليفربول برضه في كلام كتير داير حول المرحلة دي. فأعتقد أنت النهارده بعد الاختيار ده في عندك حوالي أكتر من 15 لاعب خرجوا من الدايرة، منهم جزء راح المنتخب الأولمبي وفي ناس إصابات وفي ناس يعني هم المدير الفني شايف إنه مستواهم أقل ومش معاه المرحلة دي. الإضافات الجديدة ممكن أبرزها مثلا تقعد تتكلم قصادها مصطفى فتحي بعد انضمامه لاسمه أحمد ياسر ريان، بعد انضمامه للسيراميكا كليوباترا خلاص انت عندك كمان يعني بره اللي انت عارف في 8 لعيبه من النادي الاهلي وخمسه من الزمالك وخمسه من بيراميدز. لو خدنا بعيد عن الاهلي والزمالك، لو مثلا اتكلمنا على بيراميدز، خمس لعيبه من بيراميدز، عمر جابر، بتتكلم على كمان اسلام عيسى، بتتكلم على محمد فاروق، بتتكلم على احمد ايمن منصور، بتتكلم كمان يعني على جبر علي جبر، لا كمان مش على علي كمان جبر. عندك علي جبر فخمسه يعني هنقول لك صوره الناس، والناس بتتكلم يعني في انهي سكه بالظبط. يعني الناس بتقول في بعض الاحيان طب اسلام عيسى على المستوى الدولي يعني ما عندوش خبرات كتيره، ممكن كان يخش عنصر او اخر بدل اسلام عيسى على سبيل المثال. بنيجي على مثلا حراس المرمى انت عارف ان فترات كانت مش بعيده كان مثلا ابو جبل هو اللي بيلعب وكان اداء مميز، لكن رجع قعد وبيلعب دلوقتي جنش. فالجزئيه دي انت شايفها ازاي؟ الاختيارات خارج الاهلي والزمالك، شايف كان في عناصر كان ممكن تخش بدل عناصر، ولا انت شايف القايمه بالظبط زي ما يعني قايمه مثاليه لمباراتي الكينيا؟ بص احنا مش عاوزين طبعا مش عاوزين ناخد في جزئيه الاختيارات زي ما قلت لحضرتك، وانت برضو حضرتك ليك وجهه نظر تحترم. انت كمدير فني لما بتختار بيبقى عندك حساباتك اللي انا ممكن طبعا اكون كمشاهد من خارج المربع يعني المستطيل الاخضر انا مش شايفها، انت شايفها. يعني لما اقول لك انت اخترت ليه فلان وطلعت فلان، حسام بدري
اكيد بيسعى ان هو ينجح يوصل للهدف اللي هو عوده المنتخب للمشاركه في امم افريقيا بصوره. ثانيا تكوين منتخب لانه عندك الوقت الضيق خلاص، انت كمان انطلاق تصفيات كاس العالم 2022 خلاص على الابواب. هل معنى الناس اللي خرجت دي والناس اللي زعلانه، هل معنى ديت خرجت من حسابات حسام البدري وخلاص يا جماعه؟ لا ما خرجتش، بس هو ممكن شايف دول في الفتره. ممكن ان اقول لك على حاجه، عمر جابر ثابت مع المنتخب رغم انه مع بيراميدز برضو مش بالصوره اللي انا شايفها، او يعني عمر عنده خبرات وبيلعب يعني مثلا يعني ممكن تيجي تقول تتكلم انت على الجزئيه تقول عمر جابر، لكن مع بيراميدز من العناصر الاساسيه. لكن مع المنتخب انا يعني انا لو اتكلمت عنه برضو مش شايفه يعني لعيب عنده خبرات، لكن برضو مش شايف في ناس تانية، في لعيب يمكن خده الكابتن شوقي. ما ده اللي هتكلم فيه بقى. ان بعض الناس يعني لازم تعرف ان في تنسيق ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب. يعني ممكن وارد جدا، ويمكن الكابتن شوقي غريب قال كده، اولويه للمنتخب الاول طبعًا. يعني هو بيقعد مع الكابتن حسام، انت كابتن حسام حضرتك تختار مين من ضمن تشكيله المنتخب الاولمبي اللي هم يعني المنتخب الاولمبي اللي هم تحت 23 سنه؟ والله يقول له طب انا عايز 1 2 3، يعني انا عايز احمد ياسر ريان. فاحمد ياسر ريان متواجد مع المنتخب الاول، وبالتالي مش متواجد مع المنتخب الاولمبي. وبعض العناصر كده، يعني بعض العناصر ممكن تخش، كان الكابتن حسام البدري هيستعين بيهم لولا ان الكابتن شوقي غريب او هم موجودين، او العكس. مصطفى طبعا، مصطفى محمد لعيب كبير جدا اصلا، هو لعيب منتخب اولمبي، ولكن تالقه ووجوده في جلاتا سراي طبعا الكابتن حسام البدري بيستدعيه. وبالتالي التنسيق ده تم، وبناء عليه زي ما حضرتك بتقول، مش معنى ان القايمه ديت خرج منها بعض اللعيبه انها خارج نطاق الاختيار اللي جاي، يعني او اللي بعد اللي جاي ان شاء الله. يعني بص حضرتك، يعني مثلا محمد عبد المنصف مثلا، نتكلم في حرس، نبدا في حرس المرمى. تمام، نبدا في حرس المرمى. منصف طبعا معمول حاله على السوشيال ميديا ان هو كان يستحق بصوره او باخرى، لكن هو حساباته يجيب لاعب عدى السن ولا بيكون منتخب جديد؟ برضه اسالك حاجه، هو انا هاخدك منتخب عشان اكرمك، ولا انا يا جماعه ببني منتخب؟ ما دام ده لا يعد تقليل من محمد عبد المنصف. يعني محمد عبد المنصف عامل اداء جيد جدا مع دجله، خلاص. هل معنى عدم ضم ان انا يعني شايف محمد عبد المنصف كذا؟ محمد عبد المنصف دخل في حاجه و40 سنه صحيح، يعني برضو من الحسابات برضو يعني. واعتقد انه في حاجات مش محتاجه تبرير من البدري بقدر ممكن تبقى محتاجه علاقات انسانيه. يعني انت بعض الاحيان ممكن اكون انا شايف انك انت بقيت 41 42 سنه ولاعيب ماشي، كل الناس شافاك في الدوري، لكن شايف في المنتخب ان انا مطالب بان انا اجدد دماء المنتخب بشكل حتى متوسط الاعمار يبقى عندي 25 24 26 سنه. هل ده عدم الاختيار يطعم في كفاءه مثلا وخبره محمد أمس؟ لا ما بيطعمش، لكن دي وجهه نظر اداره فنيه. انا معاك، طب خدتك التجميعه دي يا كابتن هاني، وجيت قلت ايه؟ الناس بتقول لك محمد بسام هقول محمد بسام بيأدي مع طلاع الجيش، وعشان تراجع النتائج اقول مثلا محمد بسام مش كفء. هو ليه حسبته؟ لانه هنا عندنا غايب مين؟ ابو جبل. انا ابو جبل بكره وبعد مش هيبقى موجود. ما هو لا طبعا، يعني هو برضه جزئيه، والله يكون فاهم الكابتن حسام. هو طبيعي المنتخب اللي بيلعب قدامه هو ده اللي بيقيمه. انا بكلمك اهو، ابو جبل كان ماشي بشكل كويس بصراحه باكتر من رائع مع نادي الزمالك الفترات اللي يمكن قبل ما يخش جنش. لكن ناس بتقول لك طيب على سبيل المثال، طب ما كان مثلا خد عمر رضوان مع المنتخب الاولمبي، طب ايه المانع انه يدخل عنصر صغير مع محمد الشناوي؟ مش بيلعب وبيقدم مع نادي الزمالك. صحيح، انا بنقل لك وجهات النظر مختلفه. يعني عبد المنصف في حاجات انت عندك في المنتخب، في حدك في المنتخب الاولمبي عندك عمر رضوان ومحمد صبحي ومحمود جاد وعمر صلاح ومصطفى شوبير. ده عندك خمس حراس مرمى. هنجيب المنتخب كله حراس مرمى؟ هنيجي للمنتخب. ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هنا ابو جبل، هنا كنت ممكن تاخد واحد من الخمسه بتوع المنتخب. ممكن قصدك تاخد واحد من
من واحد من الشباب يبقى موجود مع الفريق الاول، لان على الاقل حتى لو مش هيلعب ياخد خبرات، هيتمرن مع الفتره صغيره شويه. لكن اجواء المنتخب برضو شباب ومدوره كبروا يا كابتن. يعني عامر لا عامر ماشي يعني كويس. كاب 28 او 29؟ لا عامر برضو اعتقد معدي ال 30. معدي ال 30 عبد المنصف 44 سنه. 44 سنه. طيب انت هنا ايه نازل بالمستوى، نازل بالمستوى السن. هل انا لو انا اخترتك النهارده وخدتك معايا المباراتين، كان ممكن تبقى هل تبقى في حسابات كمدير فني انك تاخد حد بتكرمه، ولا انت بتبني وبتجهز؟ لا ما انت ما بتكرمش، انت بتاخد على حسب. انا بكلم بصوت برضو الناس يعني شويه. انت بتاخد على حسب الاداء، على حسب الاداء. انت بتاخد مين الافضل في المرحله ديت، يعني مين الافضل في المرحله ديت، مرحله الاختيارات دي لماتشين، مباراه جزر القمر وكينيا. مين الافضل في المرحله دي على مستوى حراس المرمى في مصر؟ هل هو محمد هو عم منصف طبعا يعني على المستوى الفني، على المستوى بيقدم، انا بقول لك بيقدم بشكل كويس. صحيح. وكان يستحق على الاقل من وجهه نظري ان ضمه للمنتخب في الفتره دي، اللي هو شاف يعني الكابتن حسام والجهاز الفني بتاعه شايفين الحدوته، كان يعني يبقى نوع من انواع التكريم ليه على جهده، لانه محمد طبعا اتعرض فترات صعبه جدا. صحيح. لكن عاوز اقول ايه، المساله الغريبه انه الاسر والاقارب بدا يدخلوا طرف في الموضوع. يعني لا يعني ايه، لو انت ما اتخذتش يطلع بقى اخوك وابن عمك وقريبك وبتاع كله يطلع يهاجم مين؟ على لا ده على فكره دي ظاهره في منتهى الخطوره، ومش موجوده في اختيارات المنتخب، دي موجوده في الانديه، واحنا مش عايزين نتكلم عنها، لان احنا عارفين كل واحد معاه اخوه بيلعب في فرقه من الفرق الكبار او حتى الصغيرين، معاه اخواته قرايبه كلهم بيشجعوه طبعا. من الصارع لو حصل اي حاجه تقصير، وعندنا قصص وحكايات في الموضوع مش عاوزين نخوض فيها دلوقتي. طيب. لكن كنت شايف مثلا من وجهه النظر انه هو الراجل عنده وجهه نظر انا بحترمها، لكن كان على الاساس محمد عمص ممكن يبقى يدخل في التجميعه دي في الفتره دي على الاقل، لانك انت برضو وانت مسافر هتيجي هتختار 23 عامر كمان عنده 34 سنه، يعني مش يعني طب انا بقول لك عامر بالنسبه لحراسه المرمى برضو رقم 34 برضو يعني كبير، برضو مش برضو كبير. مش بس على فكره انت عارف ايه موضوع تجربه الحضري، عملت مع الفارق الحضري يعني ربنا منحه التوفيق وهو حافظ على نفسه. صحيح. والوضع مختلف على فكره، لكن كان نوع من التكريم لعم منصف قبل اخر مباراتين في كاس الامم. يعني هتبقى حتى انسانين على المستوى، لكن هو الراجل خلاص وجهه نظره احنا هنحترمها، اختياراته بقى بنحترم طبعا كل اختياراته، لكن اختياراته مناقشه في وجهات نظر. لكن هو يعني عم منصف كان يستحق بعد ظهور بشكل يعني مميز في الفتره اللي فاتت انه يبقى موجود في ايه ما بين الاربعه، خاصه ان وانت في لما بتسافر بتاخد كام من الاربعه؟ تاخد ثلاثه، بتاخد 23 لاعب على الاقل في ورا 18، بتاخد 23 يبقى عندك ثلاث حراس مرمى و20 لعيب، دول يعني ناس كتير هتطلع منهم. يعني في ناس كده هتجي كده عند التجمع الاخيره اللي هو التدريب هيبدا يوم الاحد، بعد كده خلاص استعد للسفره، تلاقي يعلن قائمه المباراه كذا، هم اللي هيرجعوا من مثلا من مباراه كينيا، هم اللي هيكملوا في مباراه جزر القمر الا اذا حصلت اي اصابات او حصل يعني. صحيح. ماشي الكلام ده، لكن باقي العناصر يا كابتن هاني اختياراتها يعني ايه منطقيه، لكن ايه الاضافات الجديده؟ ايه الاضافات الجديده؟ مثلا احمد ابو الفتوح او احمد فتوح، احمد فتوح طبعا أحمد فتوح. هو لاعب نادي الزمالك والمنتخب نادي الزمالك في الباك ليفت. في عندك مصطفى محمد، لا مش مصطفى محمد قصدي مصطفى فتحي. خلاص عندك احمد ياسر ريان، مظبوط. محمد شريف، لا محمد شريف لعب بمباراه توجو، لعب مباراه توجو طبعا وسجل فيها. خلاص. لا انت بتتكلم على يمكن العناصر الجديده، في اسلام عيسى كان متواجد من فتره عيسى. لكن اسلام عيسى يعتبر يمكن زيزو كمان لاعب نادي الزمالك، ما برضه ممكن يكون واخد حاجه مثلا يستحق يعني. انت عندك كام لاعب محترف في التشكيله؟ خمسه. بتوقع الخمسه يجوا؟ متوقع الخمسه، يمكن احمد حسن كوكا للاصابه. ما خلاص احمد حسن كوكا انت بتوقع الخمسه يجوا؟ والله ممكن يجي، ممكن يقول لك ايه، ممكن النني بيقولوا اعلن ان هو جاي، لكن ما تضمنش مثلا ظروف محمد صلاح هل جاي ولا مش جاي. طيب. ما تضمنش بعد مصطفى محمد بعد ما اعلن انه الباسبور بتاعه ضاع ومش عارف ايه، وده برضو حاجه غريبه جدا يعني مش فاهم يعني تعلن باسبورك ضاع، مسائل جدا من السفاره تبقى عندك وثيقه وتطلع. صح. وتيجي تعمل. صح. صح. يعني مشكلة. برضو مفيهاش إيه؟ مشكله، ما عرفتش اتسرق ازاي والكلام ده. حجازي، عندك احمد حجازي، كان في بعض يعني بعض الناس بتقول في صعوبه ما بين
يعني الطيران من مصر الى السعوديه يعني عشان فترات الظروف اللي احنا عارفينها اللي ممكن تبقى مشكله فما فيش دايركت فلايت فممكن تبقى الاختيارات دي كلها تحسبا انه تحصل مفاجآت او تحصل اعتذارات بشكل او باخر. طب ما مفاجأة بالنسبة لي ان هو ده يعني بص كده وشاف انه ياسر ابراهيم مستواه في الفترة الأخيرة زاد كويس جدا. يعني ده دليل على انه متابع برضه. اكيد متابع. اكيد يعني. اكيد متابع. ده دليل على انه متابع ومركز. ياسر يستحق بصراحة يعني. يعني ياسر ابراهيم عامل شغل كويس جدا وبرضه دفعة معنوية لي يعني في الفترة الحالية. صحيح. فأعتقد الاختيارات بعيدا عن كل الكلام اللي بيتقال انه ايه؟ انها منطقية في ظل الظروف، في ظل موسم متلاحم، مباراة كل 3 أيام، ماشي، إصابات، تراجع مستوى البعض. طيب إحنا بنقول إنه ده كمان مش عاوزين نتكلم على الناس التانية اللي هو سبع المنتخب، أنا مش هتكلم المنتخب كان بالنسبة لك مفاجأة مثلا أو كنت متوقع إنه مش هياخد مروان محسن رغم إن مروان على مستوى المنتخبات في السنين اللي فاتت كلها كان متواجد بشكل كبير ويمكن دلوقتي كمان بيأدي بشكل أكتر من رائع مع النادي الأهلي ورجع الثقة ورجعت اللياقة حتى الذهنية لمروان. لو ده مروان لن يسلم من إيه؟ من ألسنة النقد. طيب اللي هي إيه؟ عارف أنت إيه؟ ما هي حسابات سوشيال ميديا ولا حسابات لا إيه؟ لا حسابات سوشيال ميديا عشان ما تضحكش على بعض. طبعًا السوشيال ميديا يعني خلاص اتصنفت وتعرفت يعني بشكل او باخر ولا الغالبيه اراء ممكن يقول لك انا عندي في المركز ده اكتر ما هو من عنده ما هو بص بس هو عمليه دلوقتي يا كابتن معلش كامل احترام لحضرتك جيبت احمد ياسر ريان دي مفاجاه بالنسبه لي برضه يعني احمد ياسر عامل شغل مع سيراميكا مش مختلف لكن كونه يبقى يمتلك الشجاعه انه يجيبه مع محمد الشريف عامل شغل كويس جدا حسام حسن بجانب مصطفى محمد عندك مهاجم المنتخب مهاجم المنتخب معروف مصطفى محمد يعني عنده 3 هو لما هيجي يختار القائمة يختار الثلاثة لا هيختار بجانب مصطفى محمد 1 أو 2 لأنه حساباته هتبقى مختلفة في أنه يأمن مثلا منطقة خط الدفاع منطقة نص الملعب. طب ده أنت عندك في نص الملعب لما تيجي تبص عليها تقول عمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي تريزيجيه محمد فاروق برضو محمد فاروق أنا ما شفتوش مثلا يعني برضو مختفي حتى يعني حتى في حتى مش زي السنه اللي فاتت مش زي السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت كان بصراحه متالق وعامل شغل كبير جدا برضو الاختيار برضو يعني برضو ليه حسابات برضو دي تتقال في حسابات برضو ايه هل هو في حسابات المحترفين او مثلا تريزيجيه ما جاش لانه بيلعب مثلا مكان تريزيجيه فلو تريزيجيه ما جاش ممكن فاروق بيأدي دي لانه بيلعب طرف يمين وطرف شمال ممكن يأدي له دي يعني كلها حسابات واكيد الكابتن حسام البدري ادرى بحساباته واللي قعد كذا مره وكان بيتابع المباريات بشكل كبير جدا وانا عارف وانا مريت بالازمه ديت وانا في المنتخب طبعاً. دايما الاختيارات والقائمه عمرك ما هتقول في رضا كامل من كل الجماهير على القائمه لازم بيكون في انتقادات بس اولا واخيرا كل الناس بتدعم المنتخب اذا سيطر يعني 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 عاوز اقول للسوشيال ميديا رفقا يعني بالمدربين لانه مش المساله مش مساله حب كور بقدر ما هو انا شايف مصلحتي فين. ده حقيقي. انا ممكن انت كمشجع او حتى كمتابع ولو انت يعني خبير ودايس في الكوره ومفرغ نفسك فيها وبتقعد تتفرج يمكن هو ليه وجهه نظر احنا ما بنشوفها لازم هنشوفها في الملعب ولو ما شفناش في الملعب تبقى مصيبه. يعني مثلا الناس زعلانه على ضم احمد سيد زيزو شايفينه مثلا اداؤه مثلا تراجع بشكل غير الموسم اللي فات ماشي لكن انت احمد سيد زيزو من اللعيبه اللي صنعوا نفسهم واثبتوا جدارتهم. طب نجيب احمد سيد زيزو ولا نجيب اوباما؟ المساله ما بتتخدش كده. ما ممكن يبقى عندي ناس موجوده في نفس مركز اوباما افضل من اوباما او هل اوباما مش في داخل الحسابات يعني هشيل زيزو وادخل اوباما عشان اقول ارض البعض؟ ما بتبقاش كده يا جماعه. هو الراجل شايف مصلحه المنتخب مع ناس برضو احمد زيزو كان موجود فعاش وخلاص مش هجيب فتره مباراه كينيا مباراه برضو مهمه مش مباراه عشان الناس بس ما تروحش بدماغها بعيد مباراه مهمه وتجربه مهمه جدا كمان مباراه جزر القمر. فاعتقد انا هو العناصر اللي هو اضافها كابتن هاني تقدر تقول عليها مثلا اسلام عيسى محمد فاروق كان مختفي فتره ورجع احمد ياسر ريان لكن باقي فتوح اللي هي دخلت
هيبقى لها ايه؟ فتوح يعني شارك مع المنتخب الاولمبي. ما انا بتكلم، لا ده انا بتكلم عن المنتخب الاول. ماشي، المنتخب الاول ما فيش شك. طب يعني في فتوح مثلاً، لو كان مثلا لو كان عبد الله جمعه هو الاساسي وبيلعب في الزمالك مكانه، هيبقى عبد الله موجود في الـ في الـ في في الـ في, الـ في التشكيله. فاعتقد ان هو برضو كابتن حسام ليه نظره مختلفه، وشايف انه هم دول الانسب لتطبيق فكره. فمش عاوزين يا جماعه نروح لجزئيات احنا خلاص تعبنا منها والله. يعني سيبوا كل واحد يقدم شغله بقى كده، نشوف النتيجه ايه. يعني لما نقول نتيجته كذا يقول له اختياراتك يا كابتن حسام شابه بعض المجاملات، مع ان انا بقول اهو لا هي مجاملات، لا مجاملات حسام يعني بدري اللي ما يعرفوش ما بيعرفش الكلام ده في شغله، لانه في الاخر هو اللي هيتحاسب وهو اللي في الوش مش لعيبه بس كمان. فاعتقد ان هو ليه وجهه نظر وشايف دول ان هم لا يدولوا. وانا بقول لك اهو في جزء كبير من دول مش هيبقوا موجودين معاه في الفتره اللي يعني اللي هيختارهم للسفر الى كده. بعض الناس تاني الاخر حاجه انا باخد برضو ودي معاك، محمد ابراهيم مثلا. محمد ابراهيم عمل تويتر وقال فيها انا مصري. هل هذه يعني التعليقات من اللعيبه، انا هاخدها في سكه تانية بعيدا عن الاختيارات، هل ده في صالح اللعيب ام بتبقى عليه علامه استفهام، ام بيبقى ممكن على الضغط السوشيال ميديا في الفترات اللي جايه لو ماشي بنفس المستوى يتبص له؟ يعني الرياكشن نفسه غياب محمد ابراهيم عن القائمه ديت، اولا انت شايف كان يبقى جدير بوجوده في القائمه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل ردود افعال اللعيبه، وده مش محمد ابراهيم بس، يعني في بعض اللعيبه كتيره جدا لما بيتمش اختيارها بينزل تويته او بيكتب على الفيسبوك او هذه يعني التعامل مع عدم الاختيار على الجانب البروفيشنال، هل ده صح؟ ده السؤال الثاني. وجود محمد ابراهيم كان مهم، وتعامله في السوشيال ميديا ده سؤال ثاني. لا ده خطير، ده دليل على انك انت يعني انك انت تلجأ للسوشيال ميديا، انك انت تضغط على الجهاز الفني وبتقول او انت بتحرجه ده انا مصري. ها؟ لا كلام مش عاوز اقول لك، خلي الملعب هو يعني الفيصل وهو الحكم. برافو عليك. لكونك انك انت تلجا للكلام ده، الكلام ده يا جماعه ما مش عاوز اقول يعني عشان يعني مش ملمين بكل المتابعه بره وشايفين، ما اعتقد صعب جدا ان حد يطلع يقول المدرب الفني انت ما اخترتنيش عشان خاطر كذا، ما اقدرش يعمل حاجه زي كده، الوضع مختلف. يعني انا عايز اقول محمد ابراهيم عامل موسم مع كويس مع سيراميكا. عامل موسم كويس، بس القدرات بتبان فين؟ في المواجهات الكبرى. يعني ايه قدرات اللعيب؟ ما اقدرش احكم عليه في المواجهات المتوسطه، اواجه لما اشوفك بتلعب ضد الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي بشوف قدراتك انت عامل ايه تحت الضغط واللعب والمصري والكلام ده. فهل محمد ابراهيم خارج حسابات حسام بدري؟ لو شايف ان محمد ابراهيم هيفيده في المرحله دي ماشي. هو يعني محمد عنده يعني اصرار ان هو يعني يثبت قدراته، لكن حتى الان انا كمتابع يعني وبشوف لسه ما وصلش للمرحله اللي هو مطلوبه برضه يا كابتن. طيب انا هناقش حضرتك في نقطه مهمه بعيد عن الاختيارات. بنتكلم مثلا وهناخد على سبيل المثال محمد ابراهيم، كلنا متفقين ان محمد ابراهيم مع سيراميكا بيأدي بشكل جيد. وارد جدا ان الكابتن حسام البدري حاطط من ضمن الدايره الكبيره حاطط محمد ابراهيم. ما انا قلت لك ان هو من ضمن الحوالي. انا متفق معاك. ماشي وارد، وطبيعي جدا يكون عنده اكتر من 50 لعيب بيختارهم في الفتره. صح. دي بختار جزء اللي انا. هل ردود افعال اللعيبه اللي بتكلم عليها ان هو ممكن جدا ان الكابتن حسام بعد يعني بعد ما شاف التويتر او على السوشيال ميديا يبعد شويه عن الاختيارات ديت، او يقول لا انت محمد ابراهيم بلاش تعمل كده، علشان انا لو جيت الفتره اللي جايه واخترتك هيقول لك ده اختار علشان ضغط السوشيال ميديا. فتعامل اللعيب استاذ محمود ساعات هو كمان بيضر نفسه، بيفقد لا بيفقد يعني مساحه عند الجهاز الفني. يعني لو كانت عنده مساحه قريبه او المسافه قريبه ان هو قرب، بس اعتقد حسام البدري او اي مدير فني ادخل المسائل الشخصيه او حتى اللعيب قال جزئيه واخطا، لابد القريب مني بوجهه نصيحه انه مساله انك يعني مساحه فتوى ان انا مصري، لا انت مصري. بس يعني يا جماعه في ناس جهدها باين وواضح في يعني في لما كمتابع هو بيروح يتابع وبيتفرج. هل يعني مثلا لو اتكلمنا عن اسلام عيسى مثلا،
سامي عيسى قادم من المصري لبيراميدز، يعني لعيب مجتهد وبتاع، ممكن من وجهه نظري انا كمتابع شايفه انه مش لعيب الفز اللي يبقى في منتخب مصر، ولكن ممكن من وجهه نظر حضرتك انت شايفه كانت كمسؤول لادوار معينه، لادوار معينه انا عايزه هينفذها لي. وارد جدا. هل مطالب مني دلوقتي ان انا اقول اهاجم سامي عيسى واقول لا مثلا ما اقدرش اقول كده؟ لا طبعا. لكن هي الاختيارات احنا بنتكلم ايه؟ لا، مساله التقييم ان احنا يقيم، احنا قلنا انه في دايره واسعه وبتضيق وبنختار الجزء اللي هو الراجل بيشتغل عليه. يعني قلنا ايه؟ في نظره ممكن اقول، انا ممكن اقول وجهه نظري، يا كابتن حسام كان ممكن تاخد عن منصف وتعتبرها يعني اختيارك ليه ده نوع من انواع التكريم في مشواره، خلاص يعني عودته انت بتديله دفعه وبتكافئه معنويا لو انت عايز، خاصه انك انت ما جبتش حد من عنده 20 ولا 25 كلهم سنه، كلهم فوق ال 30. يعني ايه دي وجهه نظر، خلاص انت ما اخترتش، خلاص وجهه نظرك برضو تحترم. لكن في انت اضفت ناس تانية، انت ايه مثلا في جانب مثلا زعلان في جماهير النادي الزمالك مصر زعلان على ان اوباما المفروض حق، بس خدت زيزو وخدتش اوباما، يعني هو المساله تبديل اماكن ولا المساله مصلحه منتخب؟ مصلحه منتخب، هل ده يقلل من انه اوباما، هل اوباما دخل منتخب قبل كده؟ ما دخلش منتخب قبل كده، يعني حد يعني اختيارات، فمش الوقت دلوقتي بالسامح ان ناخده عشان اضيف. لكن انا مثلا زيزو اظهر شكل مميز وثبات موجود في المنتخب بشكل انا مريت بالكلام دوت عشان برضو الناس تفهم، وعشان اللي مش شايف الصوره كامله، لما بنكون في منتخب احنا بنحط اسماء كتيره جدا، مثلا هنتكلم في 45 اسم، هنقول المعسكر الجاي من ضمن ال 45 مع المتابعه احنا محتاجين الفتره اللي جايه دول 25 اسم، ولسه موجودين عندنا جوه الدايره في 25 اسم لم يتم انضمامهم، لكن دول ليهم مرحله جايه، ممكن المرحله اللي بعديها ناخد. يعني ممكن جدا وارد ان اوباما في الصوره، وان اوباما لو ما تمش اختياره في الفتره ديت لا هو لسه ليه دور جاي. كذلك محمد ابراهيم بيأدي بشكل كويس، لكن الدور اللي شايفه الكابتن حسام او الاداره الفنيه محمد كويس بس لسه مش للماتشين دول، ممكن يبقى الفتره الجايه في اطار ان هو كمان يمشي كويس في الدوري، ده لازم يكون موجود. فخلينا نتكلم ان الاختيارات في مرحله من المراحل بتبقى يعني مرحلية بتحكمها يعني بتحكمها ظروف معينه ومصلحه. فانا مش عايز اللعيب بقى يخسر الحته دي. انا بتكلم ان محمد ابراهيم لعيب كويس قوي على مستوى فني اكتر من رائع، ونداء لكل اللعيبه لما يتمش اختيارك في المنتخب ما تطلعش تنتقد المدير الفني. لا ما تنتقدوش، لان وارد جدا ان هو انت موجود جوه الدايره بس انت مش شايف. عليك ان ترد ها وتحرقه داخل الملعب. برافو، هو ده ماشي، يعني هو ده المقياس الحقيقي، انك عليك. انت تثبت وتقول له انا موجود بالظبط، وسيب الجمهور الكوره وسيب النقاد وسيب المتابعين يتكلموا انه لا انت ظلمت الراجل ده عشان ما اتخذش، لانه ايه؟ ليه اقول لحضرتك الحاجه؟ تعال نتكلم على منطقيه انك انت في ناس ممكن تاخدها منتخب وتكون نجوم في الدوري وطلق الاداء بتاعها الشخصيه الدوليه، الشخصيه الدوليه هنا ماشي، ودي تجارب ودي حاجات كتيره مرينا عليها، لو قعدنا نعددها ونكتبها هنكتب كلام كتير عن ناس كانت مكسره الدنيا في دول وراحت منتخب ما ادتش بالشكل، لان ممكن ما اكتسبهاش من صغره، ممكن هو حظه قليل في المساله دي، ممكن هو ما اتحملش الضغط اللي موجود. الحل ايه لو 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 رجعت الجمهور بقى الاستاد في 100,000؟ ما في قدرات الناس برضو مش واخده بالها، انت لو لعبت قصاد جمهور في لعيبه كتير مستواها هيختفي يا كابتن. كل الاجيال اللي في الخمس ست سنين الاخرانيين ما شافوش الجمهور الا ايه يعني اعداد قليله جدا، ما شافوش ال 100 وال 120 والكلام ده. فاعتقد انه اختيارات البدري من يعني اذا اتكلمنا على اضافه بعض الوجوه الجديده ولسه موقف المحترفين مش واضح، وهي اختيارات منطقيه، مباراتين مهمين جدا في وقت صعب جدا، خلاص على وشك يعني خلاص مصر يعني اقتربت كثيرا من وحسمت اعتقد يعني ان شاء الله بطاقه التاهل لامم افريقيا. لكن من وجهه نظري مش الهدف هو بطاقه التاهل لامم افريقيا فقط، هدف يبقى عندك تشكيل ثابت منتخب مصر، عندك ملامح لانه عندك تصفيات تشكيل كاس العالم اللي هي الاصعب من وجهه نظري. طيب اكيد تصفيات كاس العالم الاصعب، واحنا الحمد لله دلوقتي احنا في المركز الاول بثمان نقاط متساويين مع جزر القمر. جزر القمر عندنا جزر القمر جاينا على ملعبنا، فان شاء الله ممكن تحسم في كينيا، وعندك الفرصه انك انت تقدم مباراه كبيره في كينيا اللي اتعدلت معاك في مباراه الذهاب. صحيح. التشكيل عامة تشكيل منتخب مصر بقى عليه جدل كبير جدا، يعني
ما فيش تقدر تقول كل 10 ممكن يحطوا تشكيل ب10 انواع مختلفه يعني. انت شايف من خلال اداء اللاعبين على مستوى الدوري واداء المحترفين تقدر تقول لنا التشكيل اللي ممكن كابتن حسام البدري يبدا بيه مباراه كينيا القادمه؟ في عناصر طبعا لا يعني لا غنى عنها يعني. انا هذاكر معاك وهقرا معاك عشان نحط التشكيل مع بعض. بص حضرتك حراس يعني المرمى الشناوي طبعا. يعني ايه ربنا يحفظه طبعا رقم واحد تمام. هيبقى هنا بقى محمد هاني وعمر عندنا بدر. محمد هاني وفي يعني على مستوى الباك اليمين في عمر جابر يعني انا هو احمد ايمن منصور احمد ناحيه الشمال يعني احمد ناحيه الشمال طيب. احمد بيلعب سرد باك وبيلعب باك شمال طيب. لكن باك اليمين عندك محمد هاني وفي عمر جابر. انا اعتقادي لو جه احمد حجازي هيبقى احمد حجازي سرد باك تاني ماشي والونش تاني يبقى محمد هاني احمد حجازي الونش وباك شمال. باك شمال هتبقى ما بين في الغالب ممكن يبقى ايمن اشرف طيب. هو طبعا منتخب مصر كمان بيلعب 4-2-3-1 الاثنين الديفندر الموجودين عندنا في وسط الملعب عندنا طارق حامد عندنا عمرو السوليه عندنا حمدي فتحي النني حجز مكانه النني يعني حجز لو جه النني بمستوى رائع واداء رائع يبقى النني موجود هيبقى هنا في ثلاثه مين يلعب بقى جنبه جنب النني انا بقول لك اهو في ثلاثه هنا صاروا مع بعض انت عايز ايه بقى من اللي هتلعبه اداؤه ايه عنده ادوار هجوميه ولا عنده ديفندر قطع الكوره وخلاص وسلم واستلم طيب دي الادوار بتاعت النني النني دلوقتي لا ده لا ده انا بكلمك على الثلاثه النني خلاص ماشي. انت عاوز واحد في ظهر النني واقف عايزين اللي هو واحد من الثلاثه عمرو السوليه وطارق حامد وحمدي فتحي بالظبط طبعا طارق حامد هو محافظ على تشكيلته في الفتره اللي يعني الفتره اللي فاتت مش حاليا لكن انا شايف برضو طارق مستواه في الفتره الاخيره في المنتخب في معناد الزمالك برضو قل مش زي الاول لانه المركز ده متعب ومجهد وبياخد وقت ايوه فاعتقد ممكن بس يعني اعتقد انه هيبقى يعني رغم ان وجود حمدي فتحي والسوليه يعني بس اعتقد ان طارق حامد هيبقى موجود بتقول طارق حامد على كده. اساس ان يدي حريه انطلاق ل للنني طبعا ينطلق بس يعني طبعا. كمان حمدي يقدر يقوم بالدور ده وعمرو حامد انا بقول لك اهو لكن تمام لو انت عايز ادوار هجوميه وحد ثاني انت شايف ان علشان النني يبقى طارق حامد تمام على مستوى الاربعه اللي بيلعبوا قدام خلينا في راس الحرب الاول انت شايف لو مصطفى محمد جه خلاص مصطفى محمد هو لو موجود يبقى مصطفى محمد خلاص لو ما جاش مصطفى محمد هتبقى واحد من اثنين يا احمد ياسر ريان يا محمد شريف يا احمد ياسر ريان يا محمد شريف وحسام حسن بعديه تمام خلينا نقول يعني ان مصطفى محمد يعني موجود مصطفى محمد موجود خلاص هو خلاص الاساس يبقى مصطفى محمد الثلاثه اللي تحت مصطفى محمد رقم 10 لا رقم 10 معروف قفشه طبعا طبعا قفشه ها قفشه يعني يعني بامانه شديده محتاج يعني ايه لما بيبقى رايق وبتاع ما شاء الله دي ماشي كويس قوي كتير. هنا انت عندك اثنين الطرفين لو جه لو جه قائد الفريق لو جه محمد صلاح ان شاء الله يعني. باذن الله محمد صلاح يبقى هنا ايه عندك الناحيه الثانيه ممكن يبقى تريزيجيه خلاص انت حليت طب ما جيش صلاح وجيت تريزيجيه ماشي ما جيش يعني جيت تريزيجيه مثلا او تريزيجيه ما تهيردش فلوس او صلاح حصل هيبقى عندك احمد سيد زيزو مظبوط ويبقى عندك الناحيه الثانيه ممكن مثلا لو جيبها تريزيجي يبقى خلاص يبقى انت حليت يعني ما هو الناحيه الثانيه هيحل لك محمد فاروق بيلعب الناحيه اليمين وناحيه الشمال بص مصطفى فتحي هيبقى صعب انك تبدا بيه ده اول تجربه ليه مع المنتخب او هل هو ممكن مثلا يغير طريقه لعبه ولو مصطفى محمد ممكن يلعب محمد شريف مثلا على طرف ما تعرفش هل يلعب باثنين راس حربه ما تعرفش خلي بالك محمد شريف في مباراه توج الاحرز فيها ما كانش بيلعب راس حربه كان بيلعب طرف انا بكلمك اهو ممكن يبقى ايه في الحاله دي هو نفس المعمل انت شغلك مع توج انت بغت توج ايوه ها في الفراغات اللي انت استغلتها ولعبت عليها والسرعات او السرعات ما هي دي بتحل لك مشاكل صحيح هو ده مجمل تشكيل منتخب مصر يعني اعتقد انه هو ده الاقرب يعني كابتن حسام في الفترة لما يقول لك المحترفين بيديك الوضع مختلف بتبقى الاختيارات كمان
محسوبه بالورقه والقلم وضيقه قوي، وبتبقى انت عارف عاوز ايه من اللعيبه اللي انت بتختاره من 11 مباراه. يا ريت الملعب كان فيه 22 لكل فريق، كان تبقى الوضع مختلف. لكن عاوز اقول ايه، بامانه شديده بتبقى ضغوط كبيره جدا على الاداره الفنيه وعلى المدير الفني في اختيارات اللعيبه. فعاوز اقول ايه، انه كل مدير فني بتبقى له حساباته، وكل لعيب بدل ما يشغل نفسه بما تقوله السوشيال ميديا او الكتابه عليها او توجيه رسائل، لا، اوجه الرساله من المستطيل الاخضر واثبت وقول له انا اهو انا، وخلي النقاد وخلي المتابعين وخلي الجمهور هم اللي يدافعوا عنك، مش انت مش انت تلجا، لانه هذه الاساليب بتقطع. خلاص باتت السوشيال ميديا غالبيتها تقطيع لاواصر العلاقات، يعني ايه، كل واحد منفعل بحاجه فبياخد بيضرب كلمتين، وبعد ما يقول كلمتين ويندم يا ريتني ما عملت كده. لكن انا عاوز اقول لك لا، الامور لا، اختيارات بامانه منطقيه فعلا، ومفيش افضل من كده، ومفيش حد يعني في الدوري يعني مكسر الدنيا هو ما خدهوش. لا، هو هم دول الاقرب، واللي زعلوا بقول لهم لا، يعني اكيد هيبقى لكم دور، يعني اعتقد ان حسام هيبقى عنده يعني اكيد. خلي ودايما رساله طبعا لكل اللعيبه، خلي الردود دايما تبقى في الملعب من خلال مستواك، من خلال ادائك مع فرقتك، وهو ده الطريق الوحيد لوصولك لمنتخب مصر. كابتن حسام البدري عارف تماما انه بيشتغل يعني، وعنده قماشه واسعه جدا من لعيبه على الدوري المحلي، في لعيبه محترفين، كلنا ثقه في الكابتن حسام البدري بامكانياته الكبيره، وكمان ان شاء الله باذن الله يعني وصلنا ان شاء الله لامم افريقيا اللي جايه، وكمان الاهم ان شاء الله لكاس العالم 2022. هنكمل مع حضرتك، هنكمل مع ملف النادي الاهلي، نيجي للنادي الاهلي، لكن نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع المتميز الناقد الكبير الاستاذ محمود صبري. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير، والناقد المتميز الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود، نادينا النادي الاهلي كمان انت عارف 8 لعيبه على مستوى المنتخب الاول، لكن كمان على مستوى منتخب الكابتن شوقي غريب، المنتخب الاولمبي، في 5 لاعبين انضموا لقائمه الكابتن شوقي غريب، مصطفى شوبير، احمد بيكم، عندك اكرم توفيق، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وفي 5 معارين يبقى كده 10. يبقى كده 10. طبعا المعارين كمان يعني على المعارين من النادي الاهلي عمار حمدي، 5 كتير، احمد ياسر، هم الجزار وعمنعم والعربي وعمار واحمد عبادي، صحيح صحيح، دول معارين، دول عندك، يبقى الاجمالي تقريبا 20 لعيب من النادي الاهلي على مستوى المنتخبات، اذا كان منتخب اول او اولمبي. انا قلت لك ايه، ان احنا اتكلمنا وقلنا انه الاعراض دي بتبقى فرصه للتجهيز، بتدي للاعيب اللي ما بيلعبش دي الفرصه انه ايه، يكتسب الخبرات وينضج بالصوره الكويسه اللي في الاخر بتعود على الفريق، لانك انت لو حط عندك يبقى يعني مش هتشوف منه حاجه، لكن وجوده بره ولعبه قصادك ده شيء مهم جدا. اختيارات برضو كابتن شوقي قايمه برضو، اللي هي قايمه بتاعته، اللي هي دول يعني ايه، يعني قايمه منطقيه برضو. هو اختار يعني هو مثلا مع مثلا خسران هنا فتوح، احمد ياسر ريان مثلا مش معاه، مصطفى محمد مش معاه، ضمن المجموعه اللي لعبت كاس الامم الافريقيه، بس يعني سابه من المنتخب خد اللي هو الجزء اللي هو عايزه. لكن هي دي كلها برضه في دائره اختيارات، انت لما بتيجي بقى تتكلم بقى على الاختيارات عشان اولمبياد طوكيو تبقى برضه الوضع مختلف، هتاخد مش عارف 18 لاعب ولا 23، قايمه صعبه جدا، صعبه جدا، وهتبقى بص يعني صعبه، خاصه بالاضافه الثلاثه اللي هو بيفكر ياخدهم، الثلاثه الكبار. انت بتفكر في مين؟ ما احنا قلناهم يعني، رغم ان لو جينا اتكلمنا منطقيا انا شايف انه ما دام بطوله كذا يبتسيبها كذا، يعني حتى ممكن تديك فرصه انك انت ايه تكتشف مواهب وبتاع، لكن هدفك هو انت هدفك الاساسي انك انت ايه تحصل على ميداليه، فرصه انك انت تروح عشان ميداليه، صحيح، وده تبقى حساباتها مختلفه ومحتاجه شغل كبير جدا، لانه بطوله مهمه وصعبه وحاجات تضاف، واحنا مش اقل من نيجيريا ولا من الكاميرون ولا من غانا، الناس دي كان لها نتائج حتى في الاولمبياد، خاصه نيجيريا يمكن يعني نتائجها اللي هي الاشهر والمعادلات اللي عملتها كبيره جدا قدام البرازيل والارجنتين والكلام، لكن هي اختيارات منطقيه. هو اختار 32 لعيب، وبرضه عشان الناس تعرف يعني برضه كتير قوي، لا هو على فكره مش كتير للمنتخب لانه في معسكر ومعسكر مفتوح، فعايز يشوف عدد كبير من اللعيبه. حضرتك عارف القائمه الاولى هتبقى في ابريل اللي جاي ان شاء الله، خلاص 50 لعيب، يعني لازم يبعت الاول
لسه ب 50 لعيب، وبعدين يبدا من خلال ال 50 اعتقد، من خلال ال 50 هيختار 23 23 وبعدين من خلال ال 23 هياخد 18، ويبقى في اربع لعيبه موجودين احتياطي ستاند باي، يعني موجودين لا قدر الله الاصابات قبل. صعبه قوي برضه. صعبه طبعا، الاختيارات صعبه والقايمه بتبقى صغيره فعلا. 18 ازاي؟ 18 منهم 3 حراس مرمى، يعني 15 لاعب. انت ممكن تحط حارسين مرمى وحارس يبقى معاك هناك يعني ممكن تدخله لا قدر الله حصل حاجه. فحسابات الاولمبيات مختلفه شويه لان القايمه قليله، وبالتالي 32 لعيب الكابتن شوقي عايز يبص. ومن حظوظ الكابتن شوقي غريب ان معظم اللعيبه بتاع المنتخب الاولمبي بيلعبوا في انديتهم وبشكل اكتر من رائع، كلهم مميزين بصراحه. انا يعني بقول لحضرتك انه ايه، ان انت بعد فتره من نضيب معين المواهب او اللعيبه الجيده في الفتره اللي فاتت عالت منها الكره المنتخب المنتخبين يعني المنتخب صحيح. الاول وجود اللعيبه دي في حد ذاته ده شريان لتدعيم المنتخب الاول، برافو عليك. هو العنوان الاساسي خلاص منتخب الاولمبي بعد طوكيو خلاص خلاص بقى منتخب الاول طبعا، هيحدد مصيرهم مين؟ المنتخب الاول. كتير منهم هيبقى موجود، وجوه جديده او وجوه جديده، مهم جدا مهم جدا. يبقى عندك ايه؟ انت كده يبقى عندك ملامح تستعين باي حد من الناس دي. اللعيبه دي عندها قدرات مميزين جدا، بس محتاج كل واحد فيهم بقى ايه؟ يركز بقى في شغله، ويبقى عنده هدف وعنده رغبه. ممكن الناس دي عندها فرصه ممكن تروح بره. نفسنا كمان على جزئيه بره دي بشكل مختلف، لان الدنيا يعني هنا اصبحت يعني انت لما تيجي تعدد تاكل عدد المحترفين وصلت لغايه 5 يا كابتن. انا ببص النهارده برضو من خلال كده رؤيتي حتى للقائمه للمنتخب المغربي، قائمه المنتخب المغربي تقريبا 28 او 30 لعيب، انت عارف فيها لاعبين من الرجاء ولاعبين من والباقي كله محترفين. اشبيليا بتتكلم على لعيبه بيلعب في الدوري في الدوري الانجليزي في الدوري الاسباني. فانت تقريبا في اكتر من 18 19 لعيب محترف في دوريات اوروبيه بالمنتخب المغربي. حتى لو كانت انديه مش يعني مش صف اول ولا صف ثاني كمان. نعم. من الانديه اللي هم محترفه فيها لعيبه. لا في لعيبه بتلعب في اشبيليا الاسباني في جزء منهم مش في جزء انديه صف في جزء اول مثلا ولا ثاني. بالظبط. لكن يعني ايه بس محترف يعني بس محترف يعني برضه يعني خد اللي ده. يعني انا بقول لك مفاجات بالنسبه لي انه يعني عدم ضم بدر بنون، يعني ايه رغم كل الكلام اللي اتقال في الفتره اللي فاتت على الجزئيه دي، الا انه يعني برضه المدير الفني لمنتخب المغرب برضو دي وجهات نظر، ممكن شايف اللي تم اختياره افضل منه مثلا، شايفه لاعب محترف، شايف مثلا مش مقنع بالنسبه له انه يعني الدوري المصري يقدم له حد. لا ما احنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا برضو، يعني من خلال كلامنا على الشكل الدوري وعلى محترفينا، احنا لسه بندور في 7-8 محترفين. انا حتى قائمه بتاعه المنتخب المغربي انت في اشبيليا، في ختافي، في سبورتنج، في ستاد رين، في انتر ميلان، بتتكلم على مالتا سبورت التركي، بتتكلم على كلوب بروج البلجيكي، واتفورد في الانجليزي، بتتكلم على فورنتينا الايطالي، بتتكلم انترلاخت فرانكفورت الالماني، بتتكلم على بنفيكا البرتغالي، بتتكلم على حكيم زياش في تشيلسي، بتتكلم على زكريا ابو خلال دوت في الكامار طبعا على مستوى الدوري الهولندي، بتتكلم على يوسف العربي اولمبياكوس، بتتكلم على يوسف النصيري في اشبيليا، بتتكلم على منير الحدادي في اشبيليا. يعني الاسماء ديت والانديه زي ما بقول لحضرتك ده لازم يوقفنا عند نقطه ان لازم موضوع الاحتراف اللعيبه عندنا لازم يكون سريع. ولازم اختار كم لاعب يا كابتن؟ اختار 28 لعيب اعتقد صح؟ يعني هو في يعني اختار 28 لعيب، 3 حراس مرمى عندك، منهم حارس مرمى الرجاء، حارس مرمى الرجاء انيس الزنيتي صح؟ بالظبط. اختار ياسر بونو طبعا، ياسين بونو طبعا حارس مرمى اشبيليا يعني في من الرجاء خد حارس المرمى، من وخد مهاجم من الوداد يحيى جبران طبعا وايوب الكعبي كمان من الوداد. مش عايزين نقول يعني مش عايزين نعمل مقارنه، منتخب مصر دائما وابدا هو المنتخب المرشح للفوز بالبطوله الافريقيه بغض النظر عن اسماء، ما احترامنا لاسماء المنتخب المغربي على مستوى المنتخب الجزائري بيمشي بشكل اكثر من رائع، لكن دائما وابدا المنتخب المصري المرشح الاول ايا كانت اسماء المنتخبات. لكن انا بتكلم على عدد المحترفين. لا انا بتكلم على عدد المحترفين اللي لازم الانديه المصريه كمان يكون في نوع من انواع
ولد صغير عنده 18 19 سنه، ما تجيش تطلب من نادي لسه هيلعب مثلا في هولندا او هيلعب في سويسرا تطلب 7 8 مليون يورو تتشرط يعني، تقعد تتشرط. بالعكس انت ممكن تحط عقود تجيلك. احنا ما شاء الله لغايه دلوقتي محمد صلاح بيدخل النادي المقاولين فلوس يعني، ها والنني كذلك. فدي هتاخدنا ان شاء الله في حوارات جايه بالنسبه، لان جزئيه مهمه جدا ان احنا ازاي مصر قاعده كبيره جدا من اللعيبه اللي بتحب الكوره، قاعده واسعه 100 اكتر من 100 مليون، وعدد المحترفين للاسف لسه لا يقارن بعدد صغير جدا بالنسبه لل مش عارف مش عارف انت تحل المشكله، لانه الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك الانديه برضو يعني انديه محترفه برضو عندها برضو بطولاتها والكلام ده وبتدي. ده مش عاوزين نقول يا جماعه انه في لعيبه في مصر بتاخد مرتبات ما بتاخدش في اوروبا في انديه كبيره مش انديه، لا ده دي حاجه غريبه وتناقض غريب يخليك تقول طب هو فين المستوى؟ يعني فين المستوى؟ ولما يعني بعض اللعيبه مش عاوز اتكلم عشان بس ما يعني طب انا يعني بعض اللعيبه يعني الباص ما بيعرفش. انا عايزك الملف ده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نتكلم فيه ازاي كمان ان شاء الله باذن الله بالنسبه عقود اللاعبين، بالنسبه ازاي مصر تطلع اكبر عدد من المحترفين عشان يبقى عندنا قاعده واسعه من المحترفين ان شاء الله. ده ملف هنتكلم مع حضرتك فيه. عايزين نتكلم عن النادي الاهلي والفوز الكبير على فيتا كلوب 3-0، وقد ايه الماتش ده كان مهم، قيمته ازاي على اولا كواحد من جماهير ومحب النادي الاهلي، ثانيا كناقد رياضي بتبص بشكل مميز جدا للاداره الفنيه والمستوى الفني للاعبين. حضرتك انا قلت انا هنا وانا وحضرتك قبل الماتش قلت لك في الماتشات الماتش اللي جاي ده هيبين معدن طينه ومعدن لعبه النادي ده حقيقي. بصراحه كتير جدا اتفاجئ بالمستوى، يعني اللعيبه كان في حاله تركيز، كان في شغل، حتى البعض دلوقتي بدا يغير رايه في مين موسيماني من اسبوع كان بيقول لك ده كلام سلبي وكلام طبعا مش عاوزين نقوله. لكن عايز اقول ايه هنا، التركيز والاخلاص وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى كان حاضر مع الفرقه بصوره كبيره جدا. طريقه اللعب وتحركات اللعيبه الراجل يعني بدا مش عاوز اقول يعني ايه بدا يشتغل وبدا يفكر وبدا يعمل حاجات انت ما كنتش تشوفها. لاحظها حتى من مباراه الاسماعيلي، دايما لما بتعمل مباراه او شوط جيد في الدوري بتروح في السكه. لما عملت مباراه وشوط مميز قدام بيراميدز رحت كسبت الوداد هناك 2-0. لما عملت شوط جيد قدام الاسماعيلي وعرفت واسترجعت ذاكرت انك انت البطل صحيح، وانك انت لا ازاي انا بيحصل معايا وازاي انا العب شوط زي كده، انت رحت هناك كان مهم جدا. الملعب معروف، انت عملت رقم انك انت اول مره نادي مصر يكسب بنتيجه كبيره جدا، لان هو ده الاهلي. الاهلي يستحق انه يكون. بص انا كراجل كمتابع مش مستني في الاهلي شهاده من حد انك تقول عليا ان انا نادي اوروبي او نادي اقرب لاوروبا، لا انا مش مستني الشهاده. المفروض الاهلي يكون هو نادي اوروبي، هو نادي الاهلي هو اقرب ادارته سر قوته ده اقرب الانديه للاحتراف الاوروبي فعلا صحيح. سر الاهلي مش محتاج مجامله من حد عشان يتقال انك انت كذا، انت المفروض تبقى كذا الاهلي وتبقى احسن من كده. الاهلي ادارته هي مصدر قوته وجماهيره هي السر والدافع الحقيقي اللي انا عاوز اقول، وبلوم على البعض اللي بيتغير وبيتفاعل وبينسى وبيندفع على السوشيال ميديا بكلام ما يصحش. مش دلوقتي، لا في اوقات لابد ان الكل يقف في صف الفريق اللي يبقى داعم ليه. مباراه مختلفه ومفاجاه، طيب لما كسب الاهلي 3-0 بقى فيتا كلوب فريق ضعيف. طب لو خسر الاهلي 3-0 كان هيتقال ايه؟ هيتقال على فيتا كلوب انه فريق ضعيف؟ يعني برضه عاوز اقول ايه؟ حاجات بتخليك انك انت تقف قدامها وتبقى مزروق، يعني عاوز تبقى مستغرب. طب ترضي ازاي؟ يعني ترضي باي منطق انك انت ترضي عشان تقول الكلام اللي انا يقنعك؟ الاهلي المفروض يكون احسن، الاهلي المفروض يكون احسن من كده. انا شايف ان المباراه مثاليه. واحنا حضرتك اتكلمنا مع بعض قلت لك ايه؟ قبل المباراه طبعا. اذا اللعيبه طبعا ما كانتش على قدر المسؤوليه صح، وعندها الاصرار، وانه الالتحامات طول عمر ميزه الاهلي في افريقيا وحتى على المستوى المحلي ميزته انه عنده قوه وشخصيه في الالتحامات واستخلاص الكره باقصى سرعه لما بيفقدها. لما انت اتحركت
وتخليت عن نفسك وعندك القدرات وفرضت اسلوبك في اللعب وفرضت اسلوبك صح. كان حصل اللي حصل ده. طيب طب هاخد من جزئيه ثانيه. كلنا بصراحه كنا تحت ضغوط، حتى الجماهير يعني تحس انها تحت ضغوط، لكن كانت الضغوط الاكبر على موسيماني بصراحه. الضغوط الاكبر كانت على موسيماني، بدات الناس تشوف وتشوف هيتعامل مع المباراه ازاي. رايك ايه في الاداره الفنيه لموسيماني من خلال التشكيل، كمان من خلال والاهم من التشكيل الاداره الفنيه اثناء المباراه؟ شفت ده ازاي يا استاذ محمود؟ حضرتك هو يعني موسيماني مره تحس في المباراه في يعني عايز اقول لك ايه، امتلك المرونه التكتيكيه. برافو عليك. مره تلقاه 4-4-2 صح، ها مره تلقاه 4-2-3 يعني بص تلقاه بكذا طريقه فعلا. ولما ياخد الثقه يا كابتن، احنا بنقول يا كابتن ثقه اللاعب في نفسه وايمانه بقدراته وانه عنده الملكه الفنيه انه يقدر يخلص. احنا قلنا ايه، انت بعض الاحيان كمدير فني بتبقى محتاج اللاعب اللي خلصك الماتش. صحيح خلاص. لما قفشه خد القرار خلص الماتش. يعني انت بتقول ايه ما تخلص، يعني انت بتستني ايه؟ يعني انت المهاره الفرديه بتيجي بتديك بتريحك طبعا، لكن لما تمتلئ اللاعب ما عندوش القدرات هنا تبقى المشكله. محمد شريف لما راح وخلاص خد قراره خلاص انتهى. لما خلاص ركبت الماتش حسيت انك انت محتاج بوالي، نزلت بوالي عمل لك اللي انت عايزه. مظبوط. يعني عايز اقول لك ايه، مزبوط. هو ده اللي احنا قلنا عليه من الاول. صحيح. قلنا يا جماعه بوالي صفقه مهمه وهيبقى اثرها مش دلوقتي بس، ايه مساله الدفع بيه واشراكه كانت من وجهه نظري كان جانبها التوفيق الى حد ما، في ظل انك انت كان محمد شريف بصوره لكن لا يوجد، مش عاوزين نخلي حد يوجهنا يا كابتن. لا في صراع ما بين محمد شريف وبين بوالي الاهلي، مفيش الكلام ده، مش عايزين نوصل ان في يعني ما يوصلش اللعيبه ان في صراع انا مين وانت مين. لا لا لا، وبوالي نزر عمل شوط ما احرز لكن عمل اسيست رائع لطاهر محمد طاهر. طبعا يعني عايز اقول ايه، الاشراك والدفع والقدرات دي برضو قرار فني وتوفيق. يعني طب انت ممكن عندك شايف انت كمدير فني بتاخد قرار لكن جانب التوفيق يعني هتتحملها انت. انت اديت شكل مميز، اتمنى بقى خلاص يعني اتمنى انه تحافظ على المباراه. تعرف ان مباراه المريخ السودان مباراه صعبه جدا، مباراه مش سهله. جزئيه اللعب في وقت يعني القيلوله او العصر برضو محتاجه برضو حسابات، مش النهارده، محتاجه حسابات قدام المناسبه الجايه. نفسنا برضو الناس عاوزه اقول يا جماعه نفسنا نشوف الدوري المصري بتاع في فتره برضو زي دي. يعني اوروبا بتلعب مبارياتها برضو في ساعه 2 والساعه 3 البريمير ليج بيلعبوا، ايوه في اوقات كده. احنا زمان كنا نروح الملعب الماتش كان 3 الا ربع، احنا لعبنا ماتش في الاولمبياد الساعه 1 الظهر. ما انا بقول لك اهو، يعني برضو الماتشات لازم تدي خلال الموسم تدي على 3-4 ماتشات تلعبها في الوقت ده عشان اللعيب ما يفقدش حسيت انه لما يجي يلعب في وقت معين، خاصه لما بتروح افريقيا خلاص الجو مختلف. المدرب شوف قال ايه، شوف تصريحاته وكشفت عن نيته، يعني هو اعتقد انه الاهلي هو اللي عاقبه انه ما يعرفش انه اصلا الشركه الراعيه هي اللي بتختار توقيت المباراه، ما فيش حد بيقدر يختار توقيت المباراه، توقيت ساعه المباراه. طبعا. فانا عاوز اقول لك ايه، انك انت اديت شكل وموسيماني عبر عن نفسه انه راجل عنده كوره فعلا. وعنده بس ايه الوقت، ودي الوقت والظروف والتلاحم والكلام ده. لكن المساله طبعا يا جماعه لازم تاخد بالك، مع كامل احترام، تدريب سان داونز مختلف عن تدريب النادي الاهلي. الاهلي عنده ضغوط رهيبه جدا على اي مدرب، كله باص، حتى لو خطا لو حتى لمسه، كل عندنا عندك 50-60 مليون محلل وفني وراي واعمل وسوي وحط في الفلان، واللي قاعد ايده في الميه مش زي اللي قاعد على دكه يعني. من الوضع وتوفيق اللعيبه وحالتهم يوم المباراه وكل ده الكلام ده بيدخل في ايه. انت في مباراه فيتا هنا 12 فرصه منهم على الاقل 6 اهداف محققين وضربه جزاء وهميه، ده ايه؟ ده عدم اشوف التوفيق بقى. فانا عاوز اقول انه الراجل برهن بامتلاكه مرونه وغير وعد. الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج انك انت تسير، محتاج انك انت تشتغل، محتاج انك انت اللعيبه تركز ماشي، وما تفقدش الثقه في نفسك. الاهلي مؤهل بقوه مع كامل احترامي لاعاده تكرار ما انجزه في 27 نوفمبر ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله.
تكرار التاسعة وتكون العشرة إن شاء الله. إن شاء الله. ودايما المباراة المسألة مش سهلة، هتحتاج جهد وتواجه منافسات، وهيبان بعد دور الثمانية مختلف، بعد قرعة دور ال 16 وهيبقى احنا خلاص دور هيبقى فيه هيبقى فيه قرعة يعني هتبقى قرعة بس عندك فرق كبيرة ضمنه طبعا يعني. هتبقى تبان خلاص هتخش بقى في مرحلة ايه؟ في مرحلة المواجهات بقى الصعبة اللي هي مباراة بقى مباراتين الكبار مع الكبار بقى والنادي الأهلي كبير يعني. فأعتقد إنه ايه؟ هتبقى الحسابات ايه؟ مختلفة، بس انت بتأدي وبتظهر شخصيتك، ده مهم جدا وده الأساس وده اللي الأهلي يتعود عليه. طيب يعني هناخد ملف الإصابات في النادي الأهلي، وخاصة يمكن في بعض الأحيان بتعطل شوية، عايزين نطمن منك برضو، وعارف ان عندك أخبار كويسة، نطمن منك على إصابات الموجودة في النادي الأهلي، آخر الأخبار ايه؟ ولنا خبر حلو بقى. أعتقد عودة وليد سليمان خلاص يعني. يعني اعتقد وليد سليمان في المرحله الجايه خلاص هيبقى موجود يعني، ممكن ان شاء الله يعني يكون موجود معانا في مباراه المريخ، هيبقى حاضر. لانه برضو على فكره غياب وليد يعني، شوف انت وليد بعد عمل ايه، اصابه كاس العالم على فكره كان وجوده، ولو كان موجود وليد في كاس العالم مونديال كاس العالم كان هيفرق بالنسبه لزمايله يعني، بيفرق وجود الخبره والعنصر الخبره المهم، بيدي دفعه وبيهدي وبيعرف يبقى ليه نظره مختلفه. اعتقد انت شوف اصابه علي معلول وتكرارها برضو دي، الاهلي جه الوقت محتاج نقله مهمه جدا يا كابتن هاني في الجزئيه دي خلاص يعني، حجم الانفاق الكبير جدا واللعيب اللي يعني بالتعاقدات الكبيره جدا، لا محتاج. وسمعنا على مدار الفترات اللي فاتت انشاء مركز، يا جماعه خلاص الموضوع ده لازم موجود خلاص، ده لازم، ده ما بقتش مسألة مباراة ولا مباراتين ولا كلام، لا تكرار هذه المسألة محتاجة فعلا إلى البحث عن حل. استعانة لو وصل الأمر استعانة من ناس من بره مميزين، تجيبهم تتعاقد معاهم تجيبهم هنا، لا ده شيء مطلوب، لأنه دي حفاظ على إيه؟ ده مستقبل فريق وإمكانيات كبيرة جدا، محتاج تعمل مركز طبي مميز، الحاجات دي لازم تبقى موجودة. لأنه بص على الأندية الكبيرة إيه عاملة زي يعني، ده مجموعة، ده جامعة من الداخل وكليات، وده مسؤول عن كذا، وده مسألة، لا ده عمل جماعي كبير بيتم الحفاظ عليه. زي ما انت تقول ايه، الاهلي بعض الاصابات دي بيخليك تفكر الاهلي محتاج باك ليفت مستقبلا، انا بقول لك لازم الاهلي يدور على باك ليفت من دلوقتي. طبيعي لازم يبقى عندك صف تاني وتالت، لازم تدور عليه دلوقتي اهو، محتاج محتاج عندنا بقى. على فكره ولد كويس قوي في قطاع الناشئين يعني، بيلعب باك شمال، مواليد 2001 وكان بيتمرن مع الفرقه شويه، محتاج بص موجود ده يطلع ياخد ويدفع بيه فترات لما تبقى ماتش أيوه في الدوري تخلصه، ادي اشرك اجهز اجهز عندي مباريات كاس اجهز صحيح، مش يعني بص بتدي فرصه مزبوط. بتحافظ بيبقى عندك بدليل انك انت ظلمت بيكهام لما لعبته في مكان هو مش بتاعه، الراجل مش عدلته بس خالص. ادى بشكل لكن ادى بشكل مميز لكن برضو اعمل حساب انك انت ممكن تبقى في مواجهات تبقى اصعب من كده، لكن لما تاخد اللاعب اللي هو على عدلته وعلى طبعا وديته خبره، وانت محتاج انك عاوزين يعني عاوز اقول لك ايه، محتاج انك انت لما يبقى عندك 17 18 سنه ده بيبقى اساسي بره في اوروبا، بيبقى الشباب والدفاع عندك. ولد لسه مواليد كام؟ مواليد كام؟ 2000 2001 مع المان يونايتد، نزل في لعب في البريمير ليج يعني، ولد عنده 20 سنه تقريبا. لو يعني فتحنا وطلعنا ورقه وكتبنا هنجيب لك لعيبه في الدوريات الاوروبيه 17 سنه، ده هالاند ده اللي مكسر الدنيا عنده 21 سنه. انا بقول لك، فانا عاوز اقول لك ايه، لما يبقى عندك حاجه زي كده انت بتاخد بتجهز صح. لكن المساله الاصابات ويعني اعتقد الملف ده بيحوي اهتمام كابتن محمود الخطيب نفسه، ومحتاج يشوف ليه حل، ومحتاج انك انت تدور على ايه الاسباب اللي بتؤدي الى يعني غياب فترات كبيره. واحنا بس الخبر يعني السعيد ان وليد ان شاء الله هيبدا تمرين مع الفرقه، تمرين عادي خالص يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، ودي عوده لعنصر مهم على الجانب على جانب الكابتن ككابتن وقائد للفريق، وعلى الجانب الفني كمان. نفتكر وليد لما كان بينزل حتى 10 دقائق ربع ساعه كان ليه قد ايه تاثير ايجابي. فكل ان شاء الله التوفيق، كل ان شاء الله المصابين علي معلول يرجع وناصر ماهر يرجع، وكل ان شاء الله لاعبتنا تكون على اكمل. ناصر ماهر خلاص احنا كمان برضو هيبقى عنصر يعني برضو مهم جدا، لعيب كويس قوي على فكره خلاص بيتدرب وهيخش كمان يعني جدا ان شاء الله باذن الله تعالى، فان شاء الله كل لاعبتنا تكون يعني جاهزه يعني. طبعا هيبقى وضع مختلف، خلي بالك انت خلاص بتدخل دلوقتي خلاص يعني في ظل
دخل بقى بص منتخب هيسافر يمكن ازاي يرجع يلعب يعني برضه شغل مرهق. اه طبيعي هو بياخد الحاجات دي بالزبط. عشان يجهزها كده ان شاء الله. كل التوفيق طبعا لفرقتنا وكل التوفيق لمنتخبنا الاول وكل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي، وان شاء الله باذن الله يعني نطمن على منتخبنا الاول منتخبنا الاولمبي، واكيد ان شاء الله عوده التدريبات يوم الاثنين لفرقتنا النادي الاهلي استعدادا لمباراه المريخ ان شاء الله يوم 3 ابريل لمواصله المشوار والعشره يا اهلي باذن الله. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. دي كانت نهايه فقرتنا الحواريه الاولى، بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير محمد حشيش.